افهم من كده انك قررت تسيب شغلك في الامارات؟ مش بالظبط، يعني انا ما عنديش مشكله ان انا ارجع مصر، وخصوصا لو موضوع الشغل ظبط هنا. انت صحيح ما قررتش هتعيش هناك ولا هنا؟ انا محتاج اتكلم مع نغم كلمتين لو ممكن. يا فندم البنت صغيره وما ينفعش تعرف خبر زي ده بالطريقه دي. بالظبط كده، ده هو اللي انا عايزه بالظبط، ان انا اسمع صوتك. خلاص مش سمعت صوتي؟ قول بقى. في مصيبه حصلت ومحتاجاك معايا. مصيبه ايه؟ بابا كان بيكلمها كتير، بس هي كانت خايفه ترد عشان ما يزعقلهاش. طب ويزعقلها ليه؟ هو مش عارف ان انتوا موجودين في الحفله. حفله ليها تذكره ب 750 جنيه فيها كل المشروبات اللي الولاد دول المفروض ما يشربوهاش. يا فندم اكيد مدام ايناس ما كانتش عارفه. على فكره احنا هنحتاجك عندنا في المكتب شويه. مش ماما ماتت يا ماما، صح؟ الحاجات دي موجوده في شقه ريهام. الشقه دي اصلا مش بتاعه ريهام، دي شقه راغب. الشقه قاعده فيها حاليا ريهام سكرتيرتي في مصر عشان تبقى جنب الشركه. انا قلت ايه بقى؟ انا اجيلك على طول بدل ما اكلمك في التليفون وانت ترفضي وانا ازعل، وبعدين انت تبقى عايزاني اكلمك تاني عشان اتحايل عليكي، فانا بقى كرامتي تنقح عليا واقفش واليوم يبوظ. طب على ايه كل ده؟ جيت لك على طول. عرفت عنواني منين؟ اللي يسال ما يتوهش. سالت مين؟ طيب واضح انك متضايقه، امشي انا بقى مطرح ما جيت. وانتي بتنامي بالفول ميك اب وكده؟ كده ده اللي هو ايه؟ كده؟ لا طبعا، انا كنت خارج. شفتي بقى؟ سوري معلش بوظتلك الخروجه، بس مش مشكله اعتبريها خروجه برضو. طب هروح البس حاجه مريحه. اتفضلي انتي وانا هتفرج عليكي من خرم الباب. نعم؟ اتفضلي البسي، اقعدي معايا يعني باللبس ده شكله حلو. ماشي. ميرسي على الواين. انت لو هتشكريني عشان واين هتلاقيني عندك هنا 24 ساعة بواين. بصراحة ما كنتش متوقعة خالص ان انت تجيلي البيت فجأة. لا انت كنت عارفة. لا ما كنتش عارفة. لا والله كنت عارفة. الله، بقول لك ما اعرفش، مش بقول لك خارجة. طب خارجة مع مين؟ مش شغل. طب تعالي تعالي عشان نشوف شغلي. ايه متضايقه؟ بالعكس مبسوطه. حلو ده. حلو بس يقلق. وانا ما اتعودتش ان انا اقلق من الحاجات الحلوه قوي. مش هترد؟ لا ده شغل. احسن برضه. تشيرز. تشيرز. شكلك عايز تقولي حاجه. لا شكلك عايز تقولي حاجه. طب صاحب؟ أنا مطلق من 3 سنين ودلوقتي تعتبريني خاطب. مش لابس دبلة يعني؟ لا ما هو أنا مش خاطب قوي، أنا بقول لك ممكن تعتبريني خاطب. بنتك حلوة قوي على فكرة. شفت صورتها عندك على الفيسبوك. هي عايشة معاك ولا مع مامتها؟ عايشة مع مامتها في الغردقة. هي اسمها إيه؟ نغم. لا مش بنتك، خطيبتك.
اسمع لنا، اسمع لنا. وبعدين بقول لك ايه، هو احنا نقعد نشرب كده مفيش اي حاجه ناكلها ولا ايه؟ لا هروح اجيب لك حاجه، بس معلش انا ما كنتش عامله حسابي. لا انت كنت عامله حسابي. الله، بقول لك ما كنتش عامله حسابي. انت مصر بقى. بتحب الجبنة الرومي؟ اه. بتحبها ازاي؟ يعني بحبها ازاي؟ وده سؤال يتسأل. طب انت بتحبيها ازاي؟ الله، انا بحبها قديمة، في قديمة وفي جديدة وفي نص نص. وانت عندك كل الانواع دي في البيت؟ ليه انت بتعزمي فران كل يوم عندك على العشاء؟ لا، اللي بيقع في المصيه ده بس. الله، بقول لك ايه، انا ما عنديش غير جبنه رومي ولانشون، ممكن نطلب دليفري لو عايز. لا لا، حلوه حلوه الجبنه الرومي، تعالي بس. خلاص يلا. طيب طيب، ما تزقش. انا بقول ناكلها في اوضه النوم بقى عشان ما نبهدلش هنا. عايز صدقاك. لا مش لدرجه انك بهرج معاكي. انت جريء قوي. ما قلتليش عرفت عنوان المصيه ده منين؟ ياسمين ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. مفيش حاجه تتاكل ولا ايه؟ مش شامم ريحه طبيخ. طلبت الدليفري وجاي في الطريق. انا مش هقدر استنى طبعا، انا جعان جدا. يوسف، ممكن تحولي رصيد عشان ما لحقتش اعمل كده النهارده؟ خدي يا حبيبتي التليفون معاكي بقى، اعملي انت الموضوع ده بنفسك. ميرسي. عفو يا قلبي. هو ديدو نام ولا ايه؟ لسه داخل من شوية. مين اللي بعتت لك المسج وانت مسحتها يا يوسف؟ مسج ايه اللي انا مسحتها؟ بتتكلم عن ايه يا ياسمين؟ ما تشتغلنيش يا يوسف، في مسج جات لك وانت بتفتح الباب وانت مسحتها، مين اللي بعتتها؟ وانا يعني هل هقرا المسج وامسحها والغيها كمان من الميموري باك اب في الكام ثانيه اللي انت بتتكلمي عنهم دول؟ ما كانوش كام ثانيه. لا كانوا كام ثانيه. بعدين يعني بما انك واقفه على الباب وعماله تتصنطي عليا كده، ما كنت فتحت الباب كده فجاه وظبطتيه المتلبس بدل ما انا عايش معاكي عماله اتحكم على حاجات انا عمري ما عملتها. انا كنت مستنيه اشوفك هتعمل ايه. مش هتاخدني بالصوت المره دي يا يوسف، مين اللي بعتت المسج وانت مسحتها؟ طب وليه يعني لازم تكون واحده هي اللي بعتت؟ ممكن يكون واحد هو اللي بعتها لي. عشان لو كان راجل ما كنتش مسحتها. وفريدي يعني عايز اتكلم مع اي حد في تفاصيل مش عايزك تعرفيها، شغل مثلا. انت نسيت ان انا مديره الشركه؟ لا ما نسيتش، بس في حاجه بقى اسمها نيكست فيجن، وفي حاجه تانية اسمها شركه تانية بتتاسس مع ناس ثالثه ليها تفاصيل ثالثه انت مالكيش دعوه بيها خالص. ليه؟ عشان ما ينفعش. ليه برضو؟ عشان هو ده الاتفاق ما بين الشركاء وانا بقى شريك من ضمن الشركاء. واضح؟ واضح. ماشي يا يوسف. بقول لك ايه، مش هتشحني ولا تحولي رصيد ولا اللي انت بتقوليه ده؟ مش عايزه؟ بلاش. الدليفري ده
ايوه يا ادم، انا مش لاقي اي حاجه من اللي انت بتقول عليها دي خالص. حبيبي قلبت البيت كله، دورت في المطبخ تاني اهو، مطبخ اصلا غريب. يا حبيبي دورت في اوضه النوم، انا مش ناقص غير ان انا اصحيها واسالها رغب مخبي الحاجه فين. اقفل اقفل اقفل، انا هتصرف. آدم، أنا منى صاحبة ندى. عارف خير؟ هي ندى ما جاتش النهاردة، راحت تعمل مشوار مهم. ما أنا خدت بالي. بقولك إيه، هي كانت عايزاك تروح تجيب أنس من المدرسة النهاردة. شكرا. ان ماما قالت لك تيجي تاخدني النهارده من المدرسه؟ اه متاكد. ليه يا انس، في حاجه؟ لا مفيش، بس كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في حاجه. خلاص قول. ماما قالت لي انك بابا، مع انها قالت لي ان بابا مات وانه كان ابن عمها واسمه على اسم جده، يبقى اكيد انت عملت حاجه وحشه قوي عشان خلتهم يكذبوا. ماشي، جده شاكر كان بيكرهني قوي. ليه؟ عشان انا ما كنتش كويس، كنت مستهتر مش مركز في حاجه، وحياتي كانت ملخبطه قوي، وجده كان خايف على ماما وهي عايشه معايا عشان ظروفي ما كانتش كويسه.
في مره جده تعب ودخل المستشفى وطلب انه يشوفني، واول ما رحت له طلب مني ان انا اسيب ماما، مش بس اسيبها، طلب مني ان اسيب البلد كلها. ساعتها قلت له انا ما اقدرش اسيبها، انا بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها. انفعل وتعصب وتعب، كان هيروح فيها. بص انا مش بحاول اخلي شكل حلو قدامك، بس هو ده اللي حصل. انا عارف ان اللي انا عملته ده كان غلط، يمكن اكبر غلط عملته في حياتي كلها. انا كنت غلطان يا انس، فهمتني؟ رد عايز ايه مالك؟ لا في مشوار كده. امتى؟ طيب بص اقفل وانا خمس دقايق وهكلمك يا عم. خلاص قلت لك ما تقلقش، خمس دقايق وهكلمك. يلا سلام. ايه رايك اعزمك على حاجه؟ تعزمنا على ايه؟ تحب البيتزا؟ بعشقها. يلا يبقى يلا بيتزا. يلا بيتزا. لسه ما اتخلقش اللي لا يلطني ولا اللي يعلم عليا، فبالحب كده عايزك تعرف لي الاي بي ده يخص اي جهاز في اللي عندك، وعايزك تجيب لي تاريخه. الورقه اللي عندك دي فيها اليوم اللي اتحمل فيها الفيديو على النت بالتاريخ وبالساعه، واكيد انت عندك البرنامج اللي بتشتغل بيه مش كده؟ ولا انت ماشيه بالحب؟ ناس وناس. اه ناس وناس. يبقى لو ما لقيناش اي اسم في الوقت ولا في التاريخ اللي انا اديتهولك، اكيد بقى حد من رجالتك ولا حبايبك هم اللي عملوا العمله السوداء دي، ويمكن تكون انت اللي عملتها، بس محتاج تسترجل شويه عشان تتكلم. مالك يا عمنا؟ دخلت تبخ علينا النار زي ابو لهب ليه؟ ابو لهب؟ لؤي اسمع سيلا اسمع. انا ما سبتش خرم في الشقه الا لما دورت فيه، ده انا كان ناقص اشيل السيراميك والبلاط عشان ادور تحتيهم. علشان دورت على اساس ان هي اللي مخبيه الحاجه. مش فاهم. الحاجه دي مستخبيه في مكان هي نفسها ما تعرفوش. يا راجل جبت انت جديد يعني؟ ما احنا عارفين الكلام ده. يعني يبقى طبيعي جدا ان الحاجه دي موجوده في مكان ايديها ما ينفعش تطيره. انت صورت الشقه؟ ايوه يا ابني صورت الشقه وبعت لك الصور امبارح، انت ما شفتهاش ولا ايه؟ لا شفتها بس انا مش قصدي على الصور دي. امال قصدك الصور تبقى عامله ازاي يعني؟ انا قصدي يا مالك ان الصور دي تشيل كل العفش وتصور وراها، لان ممكن يبقى في باب سري، مكان سري ورا كنبه ورا دولاب ورا حاجه. لا انت كده محتاج بقى ام محمد الشغاله عشان تعمل لك الموضوع ده. لا ولا حتى ام محمد ممكن تجيب لي اللي انا عايزه. ولا اي حد ممكن يعمل اللي انت عايزه. حاجه زي دي لازم تبقى واحد شغلته كده، حرامي مثلا. ما ينفعش، ما ينفعش حد برانا احنا الثلاثه يعرف اي حاجه عن اللي احنا بنعمله. ما فيش غير لؤي. طيب حلتها خلاص، هو اللي يعمل الشغلانه دي. مش لعبته. اوه مش لعبته. لؤي ممكن يروح يصور اه، انما ما اقدرش اعتمد عليه في انه يدخل وينفذ ويخرج من غير قلق ولا مشاكل. وبعدين لو حصلت اي مشكله واتقبض عليه اعمل انا ايه؟ ما اقدرش اجازف فيه.
تليفونك. شو حاجة ولا؟ لا دي لنا. الو اشتقت لك. وانت كمان جدا جدا. انت فين دلوقتي؟ مفيش قاعد انا وادم في مطعم كده بناكل. اكل مصري اكيد. لا بص احنا قاعدين في مطعم مصري بس هو عامل نفسه مش مصري يعني. طب ممكن بليز تعمل لي شير لوكيشن على المطعم؟ هيك بتعرف شوي على المنيو ممكن اتعلم اكل مصري واطبخ لك يعني. عندك حق الغلطه دي عندي هيحصل حالا. اوكي باي. ماشي حبيبتي يلا باي. لازم نشوف حل في الموضوع ده مش هينفع كده. ان شاء الله خير. خير. اقفل هذا الموبايل يا ولي. الصفحه اللي قبل كده اللي قبلها كمان. ارجع تاني ارجع تاني. مين حمدي فرفوش ده؟ ما اعرفوش يا باشا. ما تعرفوش؟ اديني موبايلك. اخلص. طلع تليفونك. اتفضل يا باشا. كل دي مسجات بينك وبينه على الواتساب بتقول لي ما اعرفوش. رضا ساكن فين؟ مش فاكر. مش فاكر. طب تعالى افكرك. يلا انت عايز سمعت ينفع خش يلا. في ايه؟ بص على ايه؟ روح شوف شغل يا باشا. في ايه طيب؟ خش يلا يا باشا. الله 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 يا باشا بالراحه. طيب في حاجه؟ الو الناموسية كحلي النهارده ولا ايه؟ الساعة كام؟ 11 ونص ظهرا. انا اسفة يا رغب معلش سهرت جامد امبارح وصحي مصدعة. طيب وانا بقى هاخد معايا شنطة وانا مسافر ولا هسافر من غير هدوم خالص؟ لا طبعا هقوم اخد دش والبس واجيلك على طول. انت في الاوتيل ولا رحت الشركة؟ انا في الاوتيل يا ستي بس عايزك وانت جايه تعدي على الشركه عشان محتاج شويه حاجات من هناك. حاضر. حاجات ايه؟ لما توصلي المكتب كلميني وانا هقول لك. باي بسرعه. يلا يلا باي باي. الو صباح الهنا. حكوا لي؟ لا ابدا مفيش. انا اقول لي يا رغب يا ريام دي السكرتيره بتاعتك؟ لا مديره اعمالي. اوكي. طب ايه نطلب ديزرت ولا ايه؟ لا ديزرت ايه الاكل اساسا مش حلو. شيك لو سمحت. انت عملت كده بجد؟ انا لو ما جيت كنت راح اجن صراحه. وحشتيني جدا على فكره. انت كمان شفت كيف بعمل القصص هيك بدون الارم؟ برافو عليك.
مالك؟ ايه؟ ايه ده؟ نسيتك خالص والله. ادم. ايه انت؟ انت ادم. ايوه وانت لنا؟ لنا. ازيك؟ منيحه. عامله ايه؟ تشرفنا. طيب هسيبكم انا بقى عشان تنبسطوا اكتر من كده يعني. تروح فين يا ابني؟ عندي مشوار. مشوار ايه؟ انا جاي معاك في العربيه، معيش عربيه. اه صح. طب خد مفتاح عربيتي ها وبعديه عليا بالليل وانا هروح مشواري. ها سلي. اه تقعدي يا ادم، طب معانا شويه. طيب تعرفي تطلعي فوق البتاع ده؟ طويل قوي. اكيد بعرف. ها تشربي ايه؟ لا انا بدي اكل. اطلب لي المانيو بليز. لو سمحت المانيو لو سمحت. شكرا. الماما كيف؟ ليه عم تطلع فيه؟ مش مصدق يعني انت ازاي جيتي وقعدتي وقاعده معايا دلوقتي وانت كنت في دبي من خمس دقائق بالنسبه لي. وفي ايه؟ انا بجي اكيد بجي لهون. ماما كيف بقى؟ عزه كويسه الحمد لله. وظبطت شغلك هون او بعد؟ يعني ما انا قلت لك الناس اللي انا المفروض كنت اقابلهم لسه ما قابلتهمش عشان يعني مشغول بموضوعنا وموضوع ادم، بس المفروض يعني هتحدد لي ميعاد واقابلهم قريب ان شاء الله. انت اخبارك ايه؟ تمام. بس برضو انت مش صح، في شيء عم تخبي علي؟ مش حاجه وحشه والله، بس الزحمه اللي انا فيها دي شغلاني عن نغم وده حاجه مضايقاني جدا. انت عارفه ان انا ناقل من دبي مخصوص عشانها هي. معك حق. طب مساله عنا، انت عارفه ان احنا بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش. ينفع كده؟ ما هو ده اللي مضايقني، مش عايز بعد الغيبة دي كلها أكلمها في التليفون وخلاص. وبعدين أنت عارفة نغم لما بكلمها في التليفون بترد عليا ردود بتعصبني وتعكنني جدا. أنا لازم أروح لها. طيب تعال نعمل شيء يبسطها. قصدك إيه مثلا؟ يعني نروح لها إحنا الاتنين مع بعض؟ آه نروح لها، بس مش أنا وياك لحالنا يعني. أمال إيه؟ مين معانا يعني؟ ماما. عزة؟ إشمعنى؟ أنت هيك اتضايقت. مش انتهيت، بس يعني استغربت الفكرة بصراحة. لا ليه تستغرب؟ ما أنا أصلاً جاي كرمال شوفها صح؟ متفقين على الموضوع من أنا بدبي. أيوة تمام، بس الموضوع ده محتاج ترتيب يعني أتفق معها على الأقل. ما بعرف إنه شو فرقت لو شفتها أو حكيتها اليوم أو بكرة. هو أنتِ يعني نسيتي الموضوع دارين اللي حصل ده ولا إيه؟ طيب مالك؟ ما أنا أصلاً جاي لتعرفني على حقيقتي. طيب ما اختلفناش. تيجي أقول لك على فكرة حلوة أوي. مش انت اول مره تيجي مصر؟ خلاص يبقى فسحك وفرجك على البلد لحد ما هي تيجي من بره. هي مش بمصر؟ لا هي في مصر بس في محافظه تانية، في المنصوره عند اختي. مش عم تضحك علي صح؟ فاضي انا يعني مثلا موريش غيرك عشان اقعد اغلس عليك واضحك عليك؟ في ايه؟ بلا سؤال. طب بقول لك ايه؟ من النهارده لحد ما امي تيجي انا شغلتي ان انا ابسطك بس. سيبي لي نفسك. ماشي. على فكرة أنا ميت جوع. تمام. طب يلا. ما أنت بتلهيني. نعمل أوردر يعني؟ إيه. هنا يا باشا. هنا؟ أيوة يا باشا. إيه هذا المكان ده؟ زي ما أنت شايف يا باشا. ايوه مين؟ افتح زفت. ايوه تامر جاي في وقتك يا زماله. ادخل يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ ادخل يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اقعد. ايه ده؟ في حد قاعد معاك هنا؟ انا والازاز. بتبيعنا يا تامر؟ انا لا بعتك ولا اشتريتك. لا لا بعتني، انت سلمتني يا تامر. اخرس يلا انت وهو. ماشي. بص يا شبح. اه يا باشا. الفيديو ده انت اللي نزلته على النت وانا عرفت الكلام ده. انا بقى اللي في الفيديو ده وجاي لك عشان اعرف الفيديو ده وصل لك ازاي. يا ريت بقى تستهدى بالله كده وتجيب من الاخر وتقول لي، يا اما هضيع وقتي على صحتك وفي الاخر برضه هتقول لي اللي انا عايزه. لا وعلى ايه يا باشا؟ طب ممكن اشوف الفيديو تاني؟ اه ممكن. اه
اقسم بالله ورحمه ابويا يا باشا ورحمه ابويا ما اعرف ان انت اللي في الفيديو ده. انا لو اعرف ان انت اللي في الفيديو ده ما نزلتوش والله غصب عني. انا لقيته هنا بسجايه انا نزلته على النت. لا ما انا عارف ان انت اللي نزلته على النت بس انا عايز اعرف الفيديو ده وصل لك ازاي. ما فيش زي ما قلت لحضرتك كان هنا في الكرتونه وانا ساب الشقه دي فيها كرتونه مليانه سيديهات فاخدتها ونزلتها على النت. ما اعرفش فين الكرتونه دي. جوه. روح اجيبها يلا. ماشي بسرعه. ماشي ماشي بسرعه يلا. ماشي طاين. ماشي ايه السيديهات دي كلها؟ يا ترى بقى السيديهات دي بتاعت انا بس ولا بتاعت ناس تانية؟ لا والله يا باشا هي زي ما هي كده لقيتها في الشقة زي ما هي. تحب يا باشا اساعدك اطلع السيدي بتاعك؟ لا الكرتونة دي تخصني. تغلاش عليك يا باشا. بس لو عرفت بقى ان الفيديو بتاعي ده مرمي على سيديهات كده ولا على فلاشاية كده هجيبك. لا 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 يا باشا مفيش الكلام ده. هي زي ما هي كده. هنشوف. أحلى مسا عليك يا شبح. مع السلامة يا باشوات. بتبيعني يا تامر؟ أنا لا بعتك ولا اشتريتك، أنت مش شايف الماسورة فوق دماغي؟ هي هبت منك ولا إيه؟ لا 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 ده أنا بشرب عشان أفوق. بليز يا مودو، أنا مش قادرة أتكلم مع حد دلوقتي بجد. I'm very depressed. مش عارفة بقى يا نغم، بس زياد كل ما بيشوفني في المدرسة بيسألني عليكي. بيقولي انه بعتلك مسجز كتير قوي على الفيسبوك وانتي مش بتردي عليها. هو قال لي اكلمك واقولك. خلاص اوكي انا هبقى اكلمه لما اهدى، بس محدش يتكلم معايا في الموضوع ده تاني، انا بجد مخنوقه. سوري يا نغم، انا كمان زعلانه على نرمو، بس يعني احنا كنا مع بعض، ايه اللي خليها تطلع الشارع لوحدها؟ مادو مامي على ويتنج. أنس أنت لسه صاحي يا حبيبي؟ أنا كنت مستنيكي. كويس تعشى مع بعض. أنت ليه ما جيتيش خدتيه من المدرسة النهاردة؟ معلش يا حبيبي أنا كان عندي مشوار مهم. يا منى اتأخرت عليك ولا ايه؟ مش منى كانت خدتني من المدرسة النهاردة. مال مين؟ بابا آدم.